إلى ذلك قال الخبير الاستراتيجي الجزائري الدكتور إسماعيل معراف إن وعي جزائريين بأن تنظيم داعش لا يحمل فكرا سياسيا ولا وطنيا ولا حضاريا أدى إلى فشل تمركز داعش على الأراضي الجزائرية، وأكد في مقابلة معه في برنامج أكثر من عنوان أن صور القتلى والأشلاء التي كانت تتناثر في البلاد أثناء العشرية السوداء أعطت درسا للجزائريين أن لا خير في الإرهاب والإرهابيين. لو لم يكن هناك قناعة من طرف الجزائريين بأن هؤلاء لا يحملون لا مشروعا سياسيا ولا وطنيا ولا يريدون الخير، صور الدمار والدم والدموع والقتلى وأشلاء البشر التي كانت تتناشر في التسعينات أعطت درسا للجزائريين بأن لا خيرا في هذا في هؤلاء في هذه المرحلة. الشعب الجزائري صراحة الذي يمتلك تجربة أيضا ورصيد قوي خلال ثورة التحرير ويعرف معنى المعاناة، أضف إلى ما تكلمت عليه أنت في التقرير فيما يخص العشرية السوداء أو الحمراء مثل ما نسميها في الجزائر إلى غير ذلك، جعلت بأن هذا التنظيم يفشل صراحة أولا في الحصول على مساعدة ومعاونة مثل ما كان في بداية التسعينات من طرف السكان في الجزائر لا سيما المناطق النائية، ثم أنه على صعيد النخب لا أحد الآن داخل الجزائر أصبح صراحة يدعم هذا التنظيمات أو حتى أنه يجد لها مبرر في لماذا، لأن اكتشفنا كنخب مثقفة وأيضا انتليجنسيا في البلد بأن هذا المشروع هو مشروع صراحة لتدمير القيم والبنى وأيضا السيادات الدول والشعوب. هذه من ناحية، من ناحية ثانية أعتقد أنه هذا أيضا مهم هو أن كثير من المواطنين تحولوا إلى التبليغ على إذا ربما رأوا أي تحرك لأي جماعات إلى غير ذلك لقوات الأمن والاستخبارات. وكم مرة صراحة بفضل مساعدة المواطنين لقوة الأمن تم اكتشاف وأيضا إيقاف الكثير من العمليات نعم دكتور. التي كانت يقوم بها تنظيم الدولة في الجزائر. اعتقد بانه الهزيمة هي كانت في مشروع داعش في ذاته، مشروع صراحة غير انساني، والصور التي تنقلها وسائل الاعلام للجزائريين نعم. اعطت انطباع بان هذا التنظيم هو خطر وانه لا يحمل حد لا مشروع لا سياسي ولا حضاري. واعتقد انه ايضا اليقظة الموجودة عليها على مستوى قوات الامن والجيش والاستخبارات وايضا التنسيق نعم الموجود ايضا لا يمكن ننسى بين الدول كثيرة، والجزائر أعطى هذه النتيجة صراحة المحترمة.